في نفس السياق أعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أن بلادها تبسط ذراعيها لاستضافة اللاجئين السوريين، وقالت روسيف في خطاب بمناسبة العيد الوطني إن حكومتها مستعدة لاستضافة أولئك الذين طردوا من وطنهم ويرغبون في المجيء للعيش والعمل والمساهمة في الاستقرار والسلام في البرازيل. بدوره أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أنه أمر وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لاستقبال 20,000 لاجئ سوري في فنزويلا.